قطاع الصحافة الإلكترونية في بلادنا هذا قطاع رائد من ناحية الكمية، يواجه تحديات. الانخراط في عملية التقنين هي عملية مزدوجة، لأن هنالك في المنظومة القانونية الحالية ما يتيح الاعتراف القانوني بهذا القطاع. الصحافة الورقية والإلكترونية تشكل الصحافة المكتوبة، لكن في نفس الوقت هنالك عناصر لا يستوعبها الإطار القانوني الحالي، مثلا قضية درجات المسؤولية فيما يخص المضمون الذي ينتجه المستعمل User Generated Content، هذا غير موجود في الصحافة الورقية، وخاصة عندما ينتج في الحين بحكم الطابع التفاعلي للصحافة الإلكترونية. أيضا تعدد الخدمات، خدمات تلفزية إذاعية تفاعلية، يعني خدمات متنوعة. العلاقة في الصحافة الإلكترونية، أنت في الصحافة الإلكترونية ثم تجد نفسك في الشبكات الاجتماعية. أيضا منظومات الأرشفة والضبط على مستوى التوثيق. في الصحافة الورقية عندنا نظام الإذاعة القانونية، وعندنا نظام وضع النسخ على مستوى المكتبة الوطنية. في الصحافة الإلكترونية هذا المنتوج عالميا عملية الحفظ تكون عند الوكالة الوطنية لتقنية الاتصالات. هنالك إشكالات كثيرة ليست سهلة، والمقتضيات الدولية التي تهم قوانين حماية حرية الإنترنت وحماية الملكية الفكرية، وتهم مجال الإنترنت وما يرتبط به، لأن هنالك أنت في الصحافة الإلكترونية ولكن تكون عرضة للاحتيال الإلكتروني، للاختراق الإلكتروني، للوقوع في إشكالات مرتبطة يعني من ناحية القانونية تثير المسؤولية الذاتية. وفي هذا الصدد هناك اتفاقيات دولية تلزم المغرب، سواء على مستوى المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات. كل هذه العناصر فرضت علينا أن نفكر في ضرورة بلورة إطار قانوني للصحافة الإلكترونية يعزز حرية الإنترنت وخدمات الإلكترونية، خدمات الصحافة الإلكترونية. ثانيا يطور منظومة المسؤولية ويدققها، منظومة الأخلاقيات والملكية الفكرية، ويستوعب المستجدات التكنولوجية التي تحتاج إلى تأطير قانوني، على اعتبار أن هذه المستجدات أيضا تحتاج إلى تأطير مهني وتحتاج إلى تأطير صناعي، لأن النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الإلكترونية هو نموذج صاعد. علينا أن نكون واعي، علينا أن نعي وبأن الصحافة الإلكترونية الآن في بلادنا تقريبا نصل، نحن على اعتاب الوصول الى حوالي 500 موقع الكتروني. وفي هذه السنه كان تولد كثير المواقع الالكترونيه الاخباريه، انتجت منطق القرب في العلاقه مع المجتمع، انتجت منطق التفاعل وابراز النخب وتداول الاراء وضمان حق المجتمع في الخبر، بمعنى بشكل او باخر تقدم خدمه عموميه. هذا القطاع متطور من ناحيه الكميه، والذي يعرف وجود عناصر قوه بالنسبه لعدد من المواقع، مدعو اليوم إلى أن يطور نموذجا اقتصاديا قادر على الاستدامة. وهذا حصل مع بعض المواقع، لأن هذا النموذج في بعض الدول، أذكر إحدى يعني كبريات المجموعات الاقتصادية الإعلامية في أمريكا قبل سنوات رفعت شعار Online First، وعبره حلت أزمتها الاقتصادية كنموذج اقتصادي، بمعنى الأونلاين عندما يتم استثماره وتوظيفه يتيح إمكانات كبيرة للشغل. لماذا هنالك إمكانية لتطوير نموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية؟ أولا بحكم انتشار الإنترنت في المغرب، هنالك انتشار مكثف، وهذا الانتشار مرتبط بأمرين. أولا المعطى مادي، الآن المغرب من الدول المتقدمة على مستوى يعني انتشار الإنترنت من ناحية التقنية. نعم هنالك مشاكل تهم يعني السرعة وما يرتبط به، لكن في العموم هنالك انتشار تقريبا تجاوزنا عتبة 50%، أزيد من 16 مليون مبحر في الانترنت وأزيد من 5 ملايين مشترك. لكن ثم الأمر الثاني الذي يشكل عنصر قوة ودفع هو انتشار الشبكات الاجتماعية وانخراط الشباب فيها، تقريبا أزيد من 70% من منشئ صفحه الفيسبوك في الانترنت هم شباب قل من 34 سنه.
عندنا تقريبا في المغرب الآن أزيد من 4 ملايين صفحة فيسبوك. إذا هنالك انتشار على المستوى التكنولوجي وهنالك إقبال الشباب. هذا الأمر يمكن من تبرور نموذج اقتصادي بشرط تطوير المحتوى، تطوير الجودة. وهذا الشرط هذا الآن في المغرب نتوفر على استراتيجية المغرب الرقمي التي طرحت تطوير المحتوى الإخباري والتربوي والتثقيفي والترفيهي على المستوى الإنترنت، باعتبار ذلك أحد عناصر تثمين الهوية المغربية. لأن المشكلة الآن في الإنترنت قد تكون موجودة على الأرض، لكن في العالم الافتراضي والرقمي قد يكون وجودك صفر. لماذا؟ لأنك لم تطور آليات الاشتغال لتعزيز هذا المحتوى. لهذا السبب أقول القطاع دابا الآن اللي عندنا الصحافة الإلكترونية هو فاعل في تطوير المحتوى الرقمي الذي يثمن الهوية المغربية ويعزز انفتاح المغرب على العالم ويمكن المغرب من أن يكون له وجود يعادل وجوده المادي على الأرض، أن يعادله على المستوى الرقمي. إذن هنالك أفق للاشتغال طموح وواعد، علينا أن نكثف الجهود. ولهذا الوزارة انطلقت هذه السنة بالمشروع المرتبط بلقاء دراسي كان في مارس حول هذا الأمر، تقريبا 250 ممثلين، 250 موقع إلكتروني حضروا. بعد ذلك شكلت لجنة يرأسها وينسق أعمالها الأستاذ عبد الوهاب الرامي، الأستاذ الجامعي في المعهد العالي لإعلام والاتصال، واشتغلت هذه اللجنة وأعدت مسودة قانون. هذا المشروع الآن أحيل على اللجنة العلمية لدراسة قوانين الصحافة، وتقدمنا في تدقيق المشروع. في نفس الوقت لجنة البطاقة الصحافة هذا السنة درست ملف الصحافة المهنية في إطار يعني التي تتوفر على شروط معادلة الشروط التي تتوفر على الصحافة الورقية، وهذا سينقلنا خطوة أولى نحو الاعتراف القانوني قبل الاعتراف الشامل على مستوى مدونة الصحافة والنشر في المستقبل. صعب أن نتوقع ذلك باستثناء بعض الخدمات الخاصة، يعني العلاقة مع المقاولات، العلاقة في إطار ما يسمى بنظام المراسلة الإلكترونية لإخبار المستجدات وبعض القضايا أو بعض الملفات. لكن نموذج الاقتصاد المقاولة الصحفي في المغرب هو بالأساس يرتبط بعناصر أخرى. أولا الإشهار، أن يقدم خدمات في الإشهار تتيح التفاعل وتتيح العلاقة مع بين البائع والمستهلك أو المشتري، لأنه على خلاف النموذج الاقتصادي المبني على الإشهار في الصحافة الورقية، أن الإنسان بعد ما كيشاهد المنتوج عاد تمشي يقلب أين على المنتوج، المكان ديال المنتوج. في الصحافة الإلكترونية العكس، أن الإنسان الخانة الإشهارية فاش كيدير عليها واحد النقرة كيدخل في العملية التجارية وكيمكن له يقتني، وهذاك من بعد هذيك السلعه تجي حتى للدار ديالو. هذه المنظومه، هذا هو الفرق. فنحتاج الى تعميق التفكير في تطوير المنتوج الاقتصادي الاشهاري. اذا كاين هذا العنصر الاشهار. العنصر الثاني في الاشهار اللي وهذا هو الفرق ايضا بين الصحافه الورقيه والصحافه الالكترونيه، ان الاشهار ديال واحد الموقع ما كيكونش فقط موضعي، مرتبط بهذاك البلد اللي كيتبت فيه الموقع الالكتروني، بحيث انه كيمكن تجي عندك شركات كبرى بحال جوجل او غير ذلك، كتلقى بان الموقع ديالك كيتشاهد في واحد البلد في واحد المنطقه، وكدير معك تعاقد وهي اللي كتبقى توفر لك الاشهارات. بمعنى ان الفرق ما بين الصحافه الالكترونيه والصحافه الورقيه، ان الصحافه الالكترونيه الفاعله كتكون عندها القدره انها تنفتح على الوسطاء ديال الاشهار من اللي هي موجوده حاليا، واللي كترصد المواقع الفاعله وكتعرض عليها الخدمات، على خلاف الصحافه الورقيه اللي مازالت تواجه واقع هو الان مازال يعيش حاله تطور هذا الواقع ديال وكالات الاشهار في بلادنا. بمعنى صحافه ورقيه كتبقى مرتبطه بالجغرافيا ديال اللي كتنشر فيها، المواقع الالكتروني العكس، بحيث يعني كثيرين كيشوفوا فاش كيسافروا لبلد اخر كيبغي يزور الموقع ديالو كيلقى اشارات مرتبطه بهذاك البلد، وهذا كيدل على الطابع المعقد. ايضا كاين واحد العنصر ثالث اللي الان كيعطي واحد الفعاليه للنموذج الاقتصادي، وهو ما يهم التواصل السياسي والاقتصادي، ما يسمى بالعلاقات العامه،
كنعرفوا بانه كاين استثمارات كدير في العلاقات العامة، مثلا حملة انتخابية، حملة ترويج، حملة تسويق، ما عندها علاقة بمنتوج اقتصادي، كتحدث انا على العلاقات العامة البابليك ريليشن، يعني مرتبطة بحزب سياسي، مرتبطة بجماعة، مرتبطة بحملة تضامن، مرتبطة بمعنى اللي ما عندهاش علاقة بالمقابل. يعني انا ما كنجيش ندير الحملة بحال منتوج تجاري لاني باغي نبيعو ليك، ولكن انا عندها علاقة ان مثلا باغي نحسن الصورة ديالي، باغي نروج وندفع في اتجاه واحد ترويج واحد البرنامج انتخابي ما او كذا. هذا ايضا كيلقى عنده واحد السوق اللي هي هذه سوق جديدة اللي مواقع الصحافة الالكترونية كتستثمر فيها اكثر من الصحافة الورقية. الصحافة الورقية محدودة للاستعمال، اما في الصحافة الالكترونية كتيح واحد القرب، وكتيح بالنسبه للناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال امكانات ديال ما يسمى ببناء التفاعل، يعني ما بينه وما بين المطلع والمتفحص. هذا كيعني ان بالنسبه الينا احد الامور اللي كنتظروها من اللجنه العلميه ليس فقط المشروع ديال القانون واللي الان جاهز، كنتظروا منها ايضا امر ثاني ومهم، وهو مشروع كتاب ابيض للنهوض بالصحافه الالكترونيه. وكانت احدى الورشات ديال اللقاء الدراسي هو حول النموذج الاقتصادي، ولهذا السبب انا حاولت نفصل معكم في بعض الافكار اللي مرتبطه بهذه القضيه. هو اولا كاين ما يسمى بمنظومه الثقه الرقميه تعزيزها، وهذا عمل اللي خصو علاش خصنا اولا نخدموا على الاعتراف القانوني والمهني المؤسساتي لهذا السبب، لان قلنا المنظومه القانونيه الحاليه الكافيه، كون كانت كافيه كون حلتنا بعد هذا المشكل، تاسس الثقه الرقميه ونبنيوها للمستقبل. اذا خصنا نعزو الثقه الرقميه. الثقه الرقميه وهو انني المعطيات الشخصيه فاش كتحط في واحد الموقع كنعرفها امنه، ما كنتعرضش للاحتيال او الاختراق، او المعطيات ديالي انا الخاصه اللي مرتبطه بيا كتكون يعني مشاعه او متاحه. هذا مجال، هذا سؤال، يعني الخطوة الأولى تعزيز الثقة الرقمية. المغرب دار جهود في هذا الإطار وتقدم فيها، الآن ما زالت تنتظرنا جهود على مستوى الصحافة الإلكترونية. الخطوة الثانية اللي أيضا محتاج لها وهو بناء لابد من تشجيع التفاعل بين المشتغلين في الصحافة الإلكترونية، الناشرين، ما يسمى بالناشر الإلكتروني، وبين وكالة الإشهار، على اعتبار ان هذا الامر يخضع لمنطق السوق، العرض والطلب، وجود حاجه. واعتقد ان الثقافه بدات تتشكل تدريجيا الان على مستوى الاقتصاد لكنها محدوده. ولهذا لماذا اقول بان وقع تطور كمي وما حصلش تطور كيفي، وان عندنا مشكله على مستوى الجوده المحتوى الرقمي، رغم لا قارناه مع الماضي، راه في بدايه المواقع الالكترونيه كانت نسخه من الصحافه الورقيه. عاد من بعد استوعبت بانه كاين عناصر تهم ان الصحافه الالكترونيه تتيح امكانات هائله غير موجوده في الصحافه الورقيه. عاد ولا المحتوى الان المحتوى الرقمي مختلف عن المحتوى. الاشكاليه ديال النهوض بالجوده هي المفتاح لبناء علاقه وثيقه مع سوق الاشهار. ايضا عندنا عنصر ثالث اللي هو مهم، وهو تطوير انظمه القياس والتتبع والمشاهده والاستهداف. الان عندنا انظمه محدوده وجلها اجنبيه، وهي اللي كتعطينا شكون من يشاهد. ولهذا وعلاش الان اللي كيستثمر المواقع المغربيه على المستوى الاشهاري هما مواقع دوليه كبرى، لانك كتعرف ترصد الموقع والانتشار ديالو والفئات اللي كتشاهدو والناحيه العمريه والاهتمامات وكذا. المغرب مازال ما طورناش هذه المنظومات وخصنا نطوروها باش نقدروا نمشيو. انا عطيتك ثلاثه العناصر، اما راه كاينه عناصر كثيره. هذا من الاسئله المطروحه ديال التنظيم الذاتي. اولا على المستوى الصحفيين، كاين التنظيم الذاتي الصرف اللي هو الهيئات المهنيه، الناشرين، النقابات كذا، كتقوم بالمجهودات ديالها. كاين المجلس الوطني للصحافه الذي نعمل على ارسائه، والذي من بين المهام ديالو كاين ما يهم الصحافه الالكترونيه ايضا محتوى. ولكن في نفس الوقت كاين شق من المحتوى يرتبط بمؤسسه التقنين،
مثل الوكالة الوطنية لتقنية الاتصالات اللي كانت على الرخص ديال الترددات، وخاصة اللي كان إذاعة عبر الإنترنت أو وكاين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري فيما يخص الويب تي في وما يرتبط بها. فالآن نشتغل في المنظومة القانونية باش يوقع استيعاب هذا المستجدات وتنوع الخدمات باش تكون حاضرة، على أساس أنه كما قلت نشتغل وفق معادلة الحرية والمسؤولية. صيانة الحرية ديال الانترنت هذا مكسب، وكان عنده دور كبير في دعم حرية الصحافة في بلادنا كما سبق أشرت، وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة المسؤولية وربط الحرية بالمسؤولية وتعزيز منطق وثقافة أخلاقية المهنة عبر الآليات اللي متاحة مؤسساتيا والمتعارف عليها عالميا. وقضية الدعم العمومي اللي يشمل أيضا الصحف الإلكترونية هذا مطروح، وهنالك قناعة مبدئية به. الصياغ والآليات هذه ما زالت موضوع نقاش، لكن في العموم الدعم العمومي للصحافة كما هو متعرفها عالميا يتجه أولا لتعزيز التعددية، منظومة ديال التعددية التنوع اللي موجود في المجتمع، ولهذا ثانيا تعزيز الحضور الرقمي للمجتمعات وتقويته والمحتوى الإخباري، وهذا أمر الآن عندنا في استراتيجية المغرب الرقمي مطروح، وإحدى التوجهات اللي احنا منخرطين فيها، بحيث أننا كانت كاينة مشاريع تدعم عبر هذه الاستراتيجية حاليا. عقد البرنامج الجديد الذي نشتغل فيه حاليا سيتضمن مكون خاص بالصحافة الإلكترونية وتشجيع الصحافة الورقية على أن يكون لها حضور رقمي، لأن هذا من التوجهات العمومية كما قلت، تعزيز الحضور الرقمي الإخباري لنا كبلد في ظل المجال الرقمي هو أيضا مجال تدافع وصراع كبير. أيضا الدعم في هذا المجال فين إلى أين يتجه؟ يتجه إلى مثلا تحمل العبء في ما يرتبط بإنشاء المواقع وحمايتها وأمنها، يعني المواقع الانترنت للصحف الإلكترونية الإخبارية. أيضا يتجه الدعم إلى تكوين، لأن هذا يحتاج موارد خاصة بشرية. أيضا الدعم في مجال التجهيزات والبنيات، أيضا الدعم في مجال ما نسميه بالوصول إلى المعلومة، مثلا الشراك في وكالات الأنباء وما يرتبط به. إذن كاين صياغ معين للدعم، وكاين تجارب تقريبا من بين التجارب التي قمنا بدراستها النموذج الفرنسي الذي قدم نموذج للدعم بصيغة مركبة وتشمل عدد من العناصر من بينها ما سبق أن أشرت إليه. المشروع اللي كاين حاليا وهو المعهد العالي للإعلام والاتصال يوفر خدمات ديال تكوين في مجال الانترنت، صحافة الانترنت، الصحافة الإلكترونية بشكل أساسي، وهذا يكون من محاور الكتاب الأبيض. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن المعهد العالي للمهن السمع البصري والمعهد ديال مهن الإشهار غادي يوفروا خدماتهم العلاقة مع العالم الانترنت ككل، لأن التكنولوجيا الرقمية هذا من التحديات الكبرى، والعلاقة مع يعني ما يهم يعني استعمال الآليات السمعية البصرية في الصحافة الإلكترونية وإنشاء هذا من تحت من القضايا المطروحة. أيضا في المسألة ديال التكوين، الآن تم توقع اتفاقية التكوين ثلاثية بين الفيدرالية المغربية لنشر الصحف ونقابتين الصحافة المغربية و وزارة الاتصال والمعهد العالي للإعلام والاتصال. هذه الاتفاقية أحد عناصرها محور مرتبط بالتكوين على مستجدات تكنولوجيا الإعلام. هنا ينبغي أن نتوقف الإشارة لأمر مهم، وهو أن التكنولوجيا الحديثة تغير جذريا، وإن كان ذلك يتم بشكل تراكمي تدريجي، لكن التغيير هو جذري، تغير جذريا منظومة إنتاج واستهلاك وبث الخبر، تتغير جذريا. ولهذا الآن الحديث في العالم عن ديجيتال ميديا، وغرف الأخبار تتحول تدريجيا، مصادر الأخبار
لم تعد فقط المصادر التقليدية ولا الشبكات الاجتماعية. والآن يمكن لك تكتب مقال وتجيك الردود المباشرة عليه من الناحية العلمية تكون متقدمة. إذا مصادر الخبر تغيرت بفعل تكنولوجيا المعلومة، استهلاك الخبر تغير بفعل تكنولوجيا الإعلام، إنتاج الخبر تغير بفعل تكنولوجيا الإعلام. إذا العالم الرقمي ديجيتال ميديا تغير جذريا المنظومة، يعني ليس فقط النموذج الاقتصادي، المنظومة بأكملها. ولهذا أحد أبرز التحديات هو تمكين المنظومة الحالية من الانخراط في عالم الصحافة الرقمية وما تعيشه من تحولات. هذا تحدي مطروح عندنا الآن في البلد. والآن العقد البرنامج اللي عندنا فيه واحد الشق يهم دعم الصحف الورقية على إحداث مواقع على الإنترنت، تعزيز الحضور الرقمي للصحافة الورقية. لماذا؟ ليعالج جزئيا معضلة الانتشار والمقروئية. إذن هذا سؤال، الحضور الرقمي يمكن. ثانيا تقوية العلاقة بين القارئ والمنشأة الصحفية وتأسيس علاقة تفاعل والقرب. ثالثا تمكين الصحفيين من تمكين المنشأة الصحفية من موارد جديدة لتدعيم نموذجها الاقتصادي. رابعا يعني ربط المؤسسة الورقية بالمصادر الجديدة للأخبار. هذه العناصر الآن هي تقريبا عقد البرنامج الحالي يتيح استيعابها، ولكن في نفس الوقت لابد من تطوير هذه المقتضيات في العقد البرنامج المقبل، وهذا جزء من الكتاب الأبيض. إن هذه من التحديات المطروحة عندنا، أن نقوي الحضور الرقمي للصحافة الورقية. ولهذا عندما تحدث عن التكوين، البرنامج ديال التكوين الحالي أنه مكون للإنترنت، لأنه أصلا هو موجه في شق منه الصحفي الصحافة الورقية. اللجنة تقريبا انتهت من المشروع القانون، انتهت منه، والآن هي تشتغل في المجال ديال الكتاب الأبيض. نأمل أنه في بداية السنة يكون جاهز، على أساس أن يكون جزء من الخلاصات ستدرج في إطار استراتيجية المغرب الرقمي.